عدد مساء اليوم من جورنال ذهب خبر عنوانه عصبة الأبطال، اختيار ميتولي أفضل لاعب في مباراة الجولة الأولى، واختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف عميد فريق الرجاء الرياضي كأفضل لاعب في مباراة الجولة الأولى من دور مجموعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا. ونشر الكاف عبر الصفحة الرسمية لمسابقة عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أبرز لقطات محسن ميتولي ضد أمازون جنوب إفريقي، ورفقاته بتغريدة مفادها محسن ميتولي يفوز بتصويت أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا. النجم الرجاوي سجل هدف الفوز للرجاء أمام أمازولو وحصد لفريقه أول 3 نقاط في دور المجموعات هذا الموسم، وقاد محسن ميتولي فريق الرجاء لتحقيق نتيجة الفوز ضد أمازولو بعدما كان سجل الهدف الوحيد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، ومنح به 3 نقاط غالية للفريق خلاته يتقاسم الصدارة حاليا مع فريق وفاق سطيف الجزائري اللي فاز بدوره على فريق حورية كوناكري الغيني بهدف للصفر. حكم سينيغالي لإدارة قمة وفاق سطيف والرجاء الرياضي، وسندت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف مهمة إدارة قمة الرجاء الرياضي ومضيف وفاق سطيف الجزائري لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات الحكم سينيغالي، وكيتكون الطاقم التحكيمي اللي غيقود مواجهة الرجاء وفاق سطيف من ماخيت ندياي كحكم الساحة، ومواطني الحاجي مالك سامبا كمساعد أول ليه وجبريل كامارا كمساعد ثاني. في المقابل تمنحت مهمة الحكم الرابع لداودا غاي. يشل أن مباراة وفاق سطيف والرجاء الرياضي غتجرى غدا الجمعة على أرضية ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. رئيس إدارة وفاق سطيف تغلبنا على حورية كوناكري الغيني الذي لم ينهزم على أرضي منذ 35 مباراة، وعلينا تأكيد ذلك في مواجهة الرجاء. وفي التفاصيل قال عبد الحكيم سرار رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف من انتصار فريقه يوم السبت الماضي ضد حورية كوناكري الغيني لحساب الجولة الأولى من دور مجموعة عصبة الأبطال، وكيشوف سرار أن وفاق سطيف خاصو يؤكد نتيجة الإيجابية اللي حققها في غينيا ملي غيستقبل فريق الرجاء غدا الجمعة، وشار أن كاتبته كتسعى الفوز بالمواجهة وتسيير باقي المباريات بحكمة من أجل بلوغ الدور المقبل. وقال سرار في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية الانتصار على حورية كوناكري الغيني كان ثمين جدا، فالمباراة الأولى من شأنها تأثير إيجابيا على الفريق وتعبئة الطريق لتجاوز هذا الدور والتأهل للدور المقبل، خاصة أن وفاق سطيف تغلب على فريق قوي جدا ما نهزمش فوق أرضية ملعبه منذ 35 مقابلة. وضاف سرار صحيح أن الثلاث نقاط اللي رجع بها وفاق سطيف من غينيا مهمة جدا، إلا أنها ماشي هي مفتاح الظفر باللقب القاري حيث المشوار مازال طويل، وبرز المسير الجزائري لابد من تأكيد الفوز غدا الجمعة ضد فريق الرجاء الرياضي وتسير باقي الجولات مقابلة بمقابلة باش ما نبيعوش الأوهام للأنصار. لاعب جزائري سابق لاعب وفاق سطيف ناقصين خبرة مقارنة بلاعبي الرجاء، وقال سفيان عطاف لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري سابقا أن المواجهة اللي غتجمع وفاق سطيف ضيفو الرجاء الرياضي غدا الجمعة ما غتكونش سهلة حيت النسور الخضر كيحملوا خبرة قارية كافية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة بحال هاد المباريات. وضاف عطاف في تصريح خاص بقناة الوطنية تيفي الجزائرية الرجاء عنده تاريخ كبير ولاعبين ذوي خبرة عالية في المنافسات الإفريقية مقارنة بلاعبي فريق وفاق سطيف الجزائري، والرجاء ديما ما كيوصل الأدوار النهائية في المسابقات القارية. وزاد عطاف المباراة غتكون صعبة على وفاق سطيف وخاصهم ما يستهانوش بفريق الرجاء بعد الفوز الأول في الجولة الماضية خارج الديار ضد حورية كوناكري الغيني، حيث الفريق الأخضر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية خارج ميدانه كذلك. مارك فيلموتس يؤول على ثنائية كابانغو وبيني بادي بانغا ضد سطيف الجزائري، وغيرجع مارك فيلموتس مدرب فريق الرجاء الرياضي لاعتمد على ثنائية بيني بادي بانغا وكاديما كابانغو في المباراة القوية اللي غتجمع فريقه مضيف وفاق سطيف الجزائري غدا الجمعة، وغيضطر مارك فيلموتس لاعتمد على الثنائية بعد تأكد من غياب مواجه حميد أحدد الإصابة اللي ما سافرش مع بعثة النزول الجزائر. وكان كاديما كابانغو وبيني بادي بانغا قدموا مستويات لا بأس بها في أول دور لهم مع فريق الرجاء في مباراة الجولة الأولى ضد أمازون جنوب إفريقي، لكن في المباراة الأخيرة ضد أولمبيك خريبكا واللي ما شاركش فيها بادي بانغا ضيع كابانغو العديد من الفرص سنحة التسجيل واللي كانت تقدر تمنح 3 نقاط للفريق الأخضر. فريق الرجاء كيؤول على رغبة كابانغو في تسجيل أولى أهدافه بقميص الفريق ولما لا تكون الانطلاقة الصحيحة ديالو عبر بوابة وفاق سطيف الجزائري. لسعد الشابي حزين لوضع الرجاء وهذه شروطي قبل العودة لتدريبه، وكشف التونسي سعد جرد الشابي على رفض المجموعة من العروض اللي تقاطرت عليه منذ انفصاله على فريق الرجاء الرياضي قبل 3 أشهر، ووضح أنه خدا قسط من الراحة بعد العمل الكبير اللي قام به في النادي الأخضر. وقال سعد الشابي في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أنه تلقى مجموعة من العروض بعد انفصاله على فريق الرجاء الرياضي سواء من الخليج أو من أندية تونسية وجزائرية، وشدد أنه رفض التعاقد معها دون ما يكشف على هوية أسماء الأندية اللي فاوضاته. وفيما يخص عودته لفريق
الرجاء مجددا بعد تعالي اصوات الجماهير الرجاويه اللي كتطالب بعوده التدريب النادي. وضح المدرب التونسي انه سعيد جدا بثناء واشاده انصار الفريق الاخضر، واكد انا فرحان لجمهور الرجاء اللي حيا وقدر العمل اللي قمت به في الفريق، وانا حزين الوضع اللي عليه الفرقه اليوم حيت جمهور الخضراء والفريق ديالو كيستحقوا احسن من هادشي اللي حصل اليوم. وشارلس هاد الشابي انما كيحتاجوا فريق الرجاء في الوقت الحالي والهدوء والتركيز، على اعتبار ان الفريق كنتظروا مباراه مهمه نهايه الاسبوع الجاري ضد وفاق سطيف الجزائري في دوري ابطال افريقيا. وضاف الشابي طلب جماهير الرجاء بعودتي للفريق على عيني وراسي، وانا ما كنماناش الا كان قانون الجامعه الملكيه كيسمح بذلك، والا كان مسؤولي الفريق كيعتبروا ان عودتي غتكون مفيده فانا مستعد للعوده، شريطه توفير الظروف الملائمه واحترام العمل اللي كنقوموا به. الرجاء الرياضي يقرر فسخ عقود 3 لاعبين دفعة واحدة. وفسخ فريق الرجاء الرياضي عقد عمر بستان الثلاثاء الماضي مقابل مبلغ يتقدر ب 20 مليون سنتيم، تسلموا اللاعب عبر شيك من إدارة الفريق الأخضر. وقرر فريق الرجاء أيضا فسخ عقد سفيان الأزهري وعمر العمراني، إذ من المنتظر باش يعقدوا معهم أعضاء من المكتب المصري للفريق الأخضر جلسة لتوقيع وثيقتي فسخ العقد نهاية الأسبوع الحالي. وكان فريق الرجاء تعاقد مع اللاعبين الثلاثة في مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن المدرب التونسي سعد الشابي رفض الاعتماد عليهم ورفض إضافتهم في اللائحة الرسمية للفريق في الجامعة، واكتفوا اللاعبين الثلاثة بخوض تداربهم رفقة الفريق الأول وفريق الأمل قبل ما يقرر المكتب المسير التخلي على خدماتهم في الوقت الراهن، علما أنهم غيضطروا لانتظار مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة لانضمام لأي فريق آخر في البطولة الوطنية. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh.